وفي الشأن التعليمي، وقعت جامعة حمد بن خليفة والمعهد القطري للتصميم والتشييد الفعال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في الأنشطة البحثية وتطوير المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة في مجال البناء والتشييد والقطاع الهندسي ككل. كما تركز المذكرة على تبادل الخبرات والتكامل المعرفي والعملي لتبني أفضل الأساليب الحديثة والفعالة في قطاع تصميم وبناء المشاريع الهندسية بجودة وكفاءة عالية وتجنب هدر الموارد. طبعا الاتفاقية مع المؤسسات التعليمية هي تركز أكثر على الناحية البحثية وربط الطلبة الطلاب ومنتسبي الجامعة بالحياة العملية في تطبيق أنظمة التصميم والتشييد الفعال. فالاتفاقية هنا أكثر تركز على الأبحاث اللي المفروض نجريها في هذا المجال، وطبعا هذا مهم جدا لتطوير العمل في تصميم والتشييد الفعال. رعاية بعض الباحثين وال يكون لهم يعني أبواب مفتوحة لسوق العمل عن طريق الشركاء في معهد قطر التشييد الفعال، وكذلك حيكون الاتفاقية لها دور كبير في تعزيز الأبحاث المشتركة في مجال الاستدامة. لما نتكلم عن الاستدامة نتكلم عن الاستدامة في البناء، كذلك في البيئة والطاقة. وفي سياق متصل، أعلنت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر عن حصولها